انتبه هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه يا جماعه زي ما اتفقنا بنروح نعمل ايش؟ هيروح على صفحه edit دوت بي اتش بي لما الاي دي بيساوي رو اوف ايش؟ صفر. تمام؟ وهي نهايه الاي. وهنا ايش بدي اعمل؟ هاي نهاية الـ A، هاي كنت اللوس. تمام؟ هنعمل ريفرش هنا. لاحظوا ايش هذه صارت؟ عبارة عن رابط. تمام؟ لما اضغط عليها هياخذني، لاحظوا ايش جاب لي؟ رقم الرو. وبعدين نفس الفكرة رحت على 2 هيطبع لي ايش؟ رقم الرو وهكذا. تمام؟ طيب الآن الخطوة الثانية ايش بدي اروح اعمل؟ بدي اروح اعمل فايل نيو بي اتش بي ويب بيج بدي اسميها ايش؟ ايديت. تمام؟ وفوق خالص ايش بدي اقول له؟ زي ما اتفقنا بي اتش بي اول خطوه بدي احكي له الاي دي بيساوي جيت لمين؟ كنت اغير الاي دي. تمام؟ بعدين بدي احكي له اس كيو ال بتساوي سيلكت اول فروم users table where id بيساوي تغير الid. تمام؟ تمام؟ بعدين rs بيساوي db query لمين؟ لل SQL. طبعا ايش بدي يا جماعة؟ نستدعي مين؟ ملف الفانكشن. تمام؟ بعدين رو بتساوي دي بي فيتش مين؟ الري في الارأس. تمام؟ تمام؟ خزننا قيمة الصف ومتغير ايش اسمه يا جماعة؟ رو. هاي كنترول اس. طيب الآن بدي اروح على مين؟ على صفحة الايش؟ الاد. بدل ما اقعد اكتب ايش بدي اعمل؟ بدي انسخ نفس هذا الكلام. هاي من هنا للآخر. هاي نسخ. لصق. تمام؟ ايش هذا؟ هاي نسخ قمت له زد لصق. تمام؟ بدل هنا إضافة ايش بدي احكي له؟ تعديل. تعديل بيانات المستخدم. تمام؟ هاي ريفرش، هاي إديت. تمام؟ هذول مش معرفين، احنا بنعرفهم. هذول مش معرفين، احنا بنعرفهم. الان بدي اطبع القيم. بدي اطبع مين؟ القيم، ايش حطبع؟ حاحكي له هنا في عندي حاجه اسمها فاليو بتساوي خليها بسطها لحالها بمشي الحال. انا بدي احكي له
في كرو مين؟ واحد. تمام؟ هاي كنترول اس. تعالوا نعمل ريفريش. مين طبع عليه؟ اسمه. هنا عشان في بس هذا زيادة اهو. نفس الفكرة هنا نسخ. هاي العنوان. هون طبعها بس في الانبوت. في الانبوت. وهنا ايش عندي؟ رو الاثنين مظبوط. بعدين رو اوف ايش؟ ثلاثة. رو اوف قد ايش؟ أربعة. كنترول واس. ريفريش. تمام؟ لو رحنا على أي بيانات هاي محمود نفس الفكرة. نحل مين يا جماعة؟ قصة الـ undefined head. عشان أحلها موضوع بسيط جدا. إيش بدي أعمل؟ بدي أروح أخذ نفس هذا الكلام شايفينه؟ نسخ كنترول سي وأجي أحطه وين؟ في الإيد. نفس الكلام تماما. ها حلو الكلام. هاي كنترول اس. الان ايش حيبطل جايب لاي خطا لانه كله موجود. تمام. طيب الخطوه الثانيه بعد ما عرضنا البيانات بدل جمله الانسيرت ايش عندي حيكون؟ ابديت. بدل جمله الانسيرت ابديت عشان نحكي فيها